نعمل فلاش باك كده ونرجع مع حضراتكم لحقبة التسعينات اللي شهدت حدث رياضي عظيم جدا. نهاية فترة التسعينات وتحديدا في يناير 1998 كان وقتها نجاح كبير جدا لمنتخب مصر في الفوز بكأس الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو بعد ماراثون عظيم جدا، مهمة شاقة كبيرة لأبناء الراحل رحمة الله عليه الجنرال محمود الجوهري اللي سطروا تاريخ كبير للكرة المصرية في النسخة دي، وبالتحديد لأنها كانت من خارج مصر، من يعني كانت بعيدة عن مصر من سنة 1957 لأول مرة بمشاركة 16 منتخب نكسب البطولة من خارج أرضنا. أول حاجة هنفتكرها بعد التأهل على طول من مجموعة التصفيات النارية اللي ضمت المغرب ومصر والسنغال بعد معاناة كبيرة وفوز صعب وغالي على السنغال في اسكندرية بهدفين حازم إمام وهادي خشبة. أول تصريح للكابتن محمود الجوهري لو تفتكروا، وكانت مفاجأة لكل المنتخبات المشاركة، وقال بالحرف الواحد الفراعنة هيحتلوا المركز الـ13 من أصل 16 منتخب مشاركين في البطولة الأفريقية. ده كان تصريح في وقتها فتح النار على المنتخب وفتح النار على الكابتن الجوهري. وبالمناسبة يعني كابتن محمود الجوهري يعني وقتها النار اتفتحت عليه من الصحافة المصرية، مش من بره مصر خالص، لكنه رفع ضغوط كبيرة جدا عن لاعبي المنتخب، لأن الضغوط كلها بقت على الكابتن محمود الجوهري. يعني هو قال التصريح والضغوط كلها والمواجهة كلها بقت للمدير الفني. دخلنا منافسات البطولة في مجموعة كان معانا فيها المغرب وزامبيا وموزمبيق، مجموعة قوية لأن المغرب وقتها كانت أقوى منتخب في أفريقيا، كانت تأهلت لكأس العالم وعملت أداء عظيم، وزامبيا كانت منتخب محترم جدا وكان لينا معاها نتائج سلبية، يعني الأمور ما كانتش سهلة أبدا في الصعود لدور ربع النهائي. دخل منتخب مصر البطولة بقائمة كانت بتضم نادر السيد، عصام الحضري، أحمد صابر، مدحت عبد الهادي، سمير كمونة، محمد يوسف، عبد الظاهر السقا، مدحت عبد الهادي، سامي الشيشيني، هاني رمزي، ياسر رضوان، محمد عمارة، ياسر ريان، عبد الناصر محمد وطارق مصطفى، وليد عبد اللطيف، وأحمد حسن، وأسامة نبيه، وحازم إمام، وعبد الستار صبري، وحسام حسن، وليهم كل الاحترام كباتن، كلهم طبعا كبار مع حفظ الألقاب. مع ذكر اسم كابتن حسام حسن بجانب إن الهجوم كان طبعا كبير جدا على الكابتن الجوهري بسبب تصريحه، كمان الهجوم كان أكبر على كابتن حسام حسن لدرجة إن البعض طلبوا في التوقيت ده بالاعتزال. كان في التوقيت ده كابتن حسام حسن مش موفق خالص، كان متراجع مستواه مع النادي الأهلي، كان في موسم 97-98 في الدور الثاني بالتحديد. ولكن بدأنا المشوار وأول مباراة فوز غالي لعبنا، وكانت نتيجة المباراة فزنا على منتخب موزمبيق 2-0، وسجل الهدفين كابتن حسام حسن وبدأ يرد على الصحافة المصرية. تألق في المباراة دي حازم إمام وعبد الستار صبري، ورجع حسام مرة تانية للتهديف قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب زامبيا. في المواجهة التانية سجل الفراعنة واحدة من أهم مباريات الكرة المصرية في تاريخ الكان، بعد ما اكتسحوا منتخب زامبيا بأربع أهداف تاريخية، سجل منهم حسام حسن هاتريك، وسجل ياسر رضوان الهدف الرابع، وتألق كل نجوم المنتخب بلا استثناء من أول نادر السيد لغاية رأس الحربة. حسام حسن بدأ بعدها كل منتخبات الكرة تتكلم عن حظوظ مصر وفرص مصر في المنافسة على البطولة. شوفوا التصريح اللي قبل البطولة عمل إيه، وقت البطولة منتخبنا قدم إيه. بعد الفوز الغالي طبعا على زامبيا لعبنا المباراة الثالثة، كانت قدام منتخب المغرب، حاولنا طبعا ان احنا نحتل صدارة الترتيب ونبعد عن منتخب كوت ديفوار اللي كان قوي جدا وقتها، وكان معاه نجم اولمبيك مارسيليا باكايوكو وهداف الدوري الفرنسي جويل تهي كمان، لكن خسرنا في الوقت ده. يمكن اغلب اللعيبة خسرنا في الثواني الاخيرة بهدف سجله مصطفى حجي نجم الكرة المغربية الشهير طبعا في مرمى نادر السيد، عشان مصر تصعد تاني المجموعة ورا
المغرب متصدره الترتيب. ويمكن في الوقت ده الجميع كان شايف ان مصر مش محظوظه بتتصدر بتصعد تاني مجموعه، هتقابل منتخب قوي، ايه اللي هيحصل؟ بدات الامال تضيع. في الدور ربع النهائي كانت المواجهه المرتقبه مع افيال كوت ديفوار، نجح الكابتن الجوهري في اداره اللقاء بشكل تكتيكي عالي جدا، اغلق كل المساحات امام نجوم كوت ديفوار لغايه لما وصلنا لمرحله ركلات الترجيح اللي سجلنا فيها 5 ركلات ترجيح عن طريق هاني رمزي، ياسر رضوان، طارق مصطفى، سمير كمونه وحازم امام، وتصدى نادر السيد للركله الثالثه. فازت مصر وتاهلت للدور نصف النهائي عشان تواجه منتخب بوركينا فاسو، الحصان الاسود في البطوله وصاحب الارض والجمهور والتنظيم والعمل مفاجاه مدويه بعد ما اخرج وقتها منتخب الجزائر وتونس من البطوله، اقصاهم من البطوله. مباراه بوركينا فاسو كانت في الدور نصف النهائي، تالق فيها مره تانية كابتن حسام حسن، سجل 2 منهم هدف محفور في ذاكره الجمهور المصري استحاله ينسوه، وبكده بالفوز ده طبعا بفوز الهدفين طبعا على منتخب الدوله المنظمه. بوركينا فاسو بتخوض مواجهه قويه في النهائي، نهائي تاريخي امام منتخب جنوب افريقيا كان حامل لقب النسخه الاخيره والمتاهل ايضا لنهائيات كاس العالم زيه زي منتخب المغرب، واللي بيضم الهداف القصير على مدار تاريخ كره القدم ماكارثي، كان وقتها هو الهداف طبعا التاريخي لجنوب افريقيا او منتخب جنوب افريقيا. في النهائي التاريخي سجل الفراعنه انتصار عظيم من ذهب بعد ما كسبوا جنوب افريقيا 2-0 في اول ربع ساعه، سجل الصقر كابتن احمد حسن الهدف الاول من قذيفه مدويه، بعدها طبعا من لعبه من اختن محمود الجوهري، سجل كابتن طارق مصطفى الهدف الثاني من اسيست هاني رمزي لحسام حسن، بعد كده لطارق مصطفى عشان تحسم مصر الامور تماما وتحصد لقب واحده من اغلى البطولات في تاريخ الكره المصريه بالكامل، لان هي جت في ظروف صعبه جدا وبعد اخفاق في التاهل للمونديال وبعد حاله تغييرات كتيره في الاجهزه الفنيه للمنتخب الاول من جانب اتحاد الكره، عشان كده يعني كافئ الجمهور المصري نجوم المنتخب وخرج عشرات الالاف في استقبالهم في مطار القاهره في مشهد لا ينسى من الذاكره حتى الان. حبينا نفكر الجمهور بواحده من البطولات الغاليه على قلوبنا كلنا، نسخه 98 التاريخيه، يمكن الجيل الصغير دلوقتي ما عاصرش النسخة دي، ولكن يعرف النجوم اللي أنا قلت لحضراتكم عليهم اللي سطروا تاريخ لمصر في أفريقيا. حبينا نقول إنه في أصعب الأوقات بيظهر معدن وشخصية اللاعب المصري أمام كل التحديات، بيبقى عارف قد إيه وفاهم يعني إيه إنه يمثل منتخب مصر، ويعني إيه تيشرت منتخب مصر، ويعني إيه رايح بيلعب باسم مصر. لأن يعني دايماً بقول ومش بقول يعني هي دي الحقيقه، بلدنا كبيره قوي واسم كبير، فهي تستحق في الحقيقه ان هي تكون متربعه على عرش القاره السمراء.